الخير مشاهدينا مشاهدي قناة دريم، وفقرة جديدة في دريم كلينك. يمكن احنا تناولنا موضوع الاخصاب المساعد او الحقن المجهري في كذا فقرة قبل كده، وده طبعا الناس كتير بتبعت لنا عايزين يعرفوا ايه افضل الطرق وايه كمان افضل تطورات الحقن المجهري. كل ده نعرفه مع ضيفي النهاردة اللي بيشرفني في الاستوديو، دكتور احمد عوض الله، استشاري امراض النساء والعقم والحقن المجهري واطفال الانابيب ومستشفى دار الطب وعضو الجمعية البريطانية بلندن. اهلا بيك يا دكتور. ازي حضرتك دكتور؟ يمكن موضوع الحقن المجهري دلوقتي ادى امل لناس كتيره جدا، يعني كانش يمكن في الاول كان في كلمه عقم، وابتدينا ان احنا نقول ان دلوقتي تاخر انجاب. فاحنا عايزين نعرف لو سيده دلوقتي بتيجي لحضرتك، ممكن حضرتك تخيرها ما بين اطفال الانابيب والحقن المجهري؟ عايزين نعرف ايه الفرق ما بينهم وايه الافضل. حضرتك بتقولي اداها امل وعمل لهم وجع دماغ. لا مش الدرجه دي اكيد، لانه الحقيقه انه كثير مننا دلوقتي بقى بيتكلم عن هذا الموضوع. دايما تقعدي تغاري في القنوات تلاقيهم واحد ورا الثاني من زمايلي واحنا بنتكلم عن الحقن المجهري واطفال الانابيب. حقن المجهري واطفال الانابيب هم لقاء بين البويضه والحيوان المنوي خارج الجسم. الجزء الاكبر المفيد في الحقن المجهري واطفال الانابيب في رايي انا هو كيف ترى العين البشرية ما يحدث من لقاء بين الحيوان المنوي والبويضة في المكان اللي لا يستطيع الطب حتى هذه اللحظة مناظرة الحيوان المنوي والبويضة داخل الجسم. فإخراج بويضات من جسم المرأة وتخصيب البويضة بالحيوان المنوي أو وضع البويضات بجوار الحيوانات المنوية أو حقن بويضة بحيوان منوي زي ما هو فتح امل في رفع نسب حدوث الحمل بشكل عالي طبعا، بشكل كبير. زي ما هو بنسبه كبيره جدا بيوري الزوج والزوجه وبيوري فريق العمل في المراكز بتاعت تاخر الانجاب اللقاء بين البيضه والحيوان المنوي بيسفر عن ايه. لانه ظاهريا في الطب بتاعنا احنا بنعمل بعض الفحوصات التي تخص تاخر الانجاب، شعب الصبغه، مش عارف فحص تجويف رحم، تحليل سائل منوي، وظائف مبيض، كفاءه مبيض، موجات صوتيه عشان نشوف فيه تبويض ولا لا. ده الجزء، ده الجزء اللي هو بتاع الفحص. بس هل الفحص دون قدامه الحيوان المنوي اللي احنا بنشوفه في التحليل في كفاءه جيده بيحدث تخصيب لبويضه بصوره طبيعيه، ولا هذا الحيوان المنوي ظاهريا هو شكله جيد ولكن وظيفيا هو غير قادر على اداء المهمه بتاعته؟ الانبوبه اللي احنا بنشوفها في الفحص بتاع الاشعاع بالصبغه اللي بتبان ان الانبوبه دي سليمه ظاهريا، هل ده معناه ان الانبوبه دي ككفاءه او كوظيفه تستطيع ان تؤدي الوظيفه بتاعتها في انها تكون المكان الجيد الذي يتناسب في لقاء البويضه والحيوان المنوي مع بعض؟ وهل لما بتتكون البويضه دي او لما تخصب البويضه دي بتجد المناخ المناسب داخل الانبوبه حتى تصل الى المرحله الكامله في النمو؟ وهل البويضه اللي احنا بنتفرج عليها في السونار او التبويض اللي احنا بنشوفه في السونار، هل ده معناه ان البويضه دي بتخرج من المبيض وفعلا بتلتقطها قناه فالوب؟ فهو ممكن يكون الست دي عندها تبويض وقناة فالوب فيها خلل أنا لا أستطيع أن أراه بعيني والفحص مش قادر أنه هو يوريهولي، وتكون البويضة دي في سنة فيها 12 شهر بتطلع مثلا 6-7 مرات في السنة بس، والست سبع مرات التانيين البويضات يا ما بتطلعش يا غير جيدة يا غير قادرة على أنها تحدث حمل عن طريق أنها تخصب بالحيوان المنوي. وممكن تكون الأنبوبة دي بتلتقط البويضات في بعض الشهور ولا تلتقط البويضات في شهور أخرى. وممكن يكون الحيوان المنوي ده في تذبذب في الأرقام بتاعته أو تذبذب في الكفاءة بتاعته، ويبقى في بعض الشهور هذا الحيوان المنوي يستطيع أن يخترق بويضة وفي شهور أخرى لا يستطيع أن يخترق بويضة. فما نراه إحنا بعينينا من فحوصات بتتعمل للرجل والمرأة هذا ليس معناه او ليس بالضروري انه يوازيه في الناحيه الثانيه، انه كل سيده هيحدث لقاء بينها وبين جوزها والفحوصات بتاعتهم هما الاثنين سليمه هيحدث حمل. وبدليل انه لو احنا جبنا 100 سيده
شديدي الخصوبة وشلنا لهم لولب وقفنا لهم اقراص منع حمل، واحنا النهارده مثلا يوم 7/8 ديسمبر وقعدنا مع المية دول يوم 31 يناير، هتلاقي في المية دول لا يتعدى التمانية تسعة عشرة بالكتير 12 واحدة حملوا من المية اللي هم شديدي الخصوبة كمان، اللي هم عندهم عيال، اللي هم بالقصد وقفوا الوسائل بتاعت منع الحمل عشان يشوف. طب هو ليه؟ ليه 8 10 12 واحدة من المية هم اللي حملوا؟ لأنه تاني هناك ما يسمى فلترة الجنس البشري. وفلترة الجنس البشري دي بتعدي بمراحل، مرحلة منهم كم من بويضات تفرز من المبيض في شهور معينة وليس كل الشهور. هل الأنبوبة هي المكان الذي يتناسب للقاء البويضة والحيوان المنوي كل شهر؟ هل الحيوانات المنوية قادرة على إحداث تخصيب لبويضة كل شهر؟ دي البداية. يعني كمان يا دكتور دلوقتي الحيوانات المنوية، احنا كنا بنتكلم عن الست، ولكن ممكن تبقى الراجل عنده حيوانات منوية كويسة جدا وحصل ان هو انجب قبل كده وما تبقاش بتعمل تخصيب كل شهر، وما تبقاش قادرة على انها تصل الى البويضة كل شهر، وما تبقاش قادرة على اختراق البويضة كل شهر. ففي فرق بين ظاهرية الفحص ظاهرية الفحص ووظيفية الفحص. وفي فرق بين وظيفية المكان اللي بيؤدى فيه مهمة معينة في جسم البني آدم وإن دي تبقى بصورة منتظمة الوظيفة دي بتؤدى كل شهر. اتفقنا؟ طبعا. الجنين اللي بيتكون داخل قناة فالوب بيفضل قاعد 5 أيام جوه قناة فالوب وبعدين بيخرج بعد كده من قناة فالوب في محاولة للالتصاق على بطانة الرحم. قناة فالوب هي مكان مجوف عبارة عن 8 إلى 10 سنتي مقسم إلى ثلاث أجزاء. كل جزء منهم الخواص بتاعته مختلفة عن التاني، ولكن هو في الآخر عامل زي الماسورة. أكتر قطر يعني أتخن قطر لقناة فالوب من الداخل لا يتعدى سن القلم الرصاص اللي هو الخشب. لو كسرتيه وبصيتي على الكربون اللي جوه الخشب يعني وأضيق مكان في قناة فالوب بالعافية تعدي منه بضع شعرات. والحيوان المنوي هو أصغر خلية في جسم الرجل أو المرأة. يعني لو جيتي بصيتي على الخلايا اللي عندنا كبد كلى عينين شعرة الحيوان المنوي هو أصغر خلية يفرزها جسم البني آدم. والحيوان المنوي يفرز بالملايين في الشهر في اللقاء الواحد. والحيوان المنوي دور التصنيع في حدود 72 يوم يعني شهرين وشوية. والحيوان المنوي يفرز من الخصية، وليس بالضروري أن يكون أنه يبقى فيه خصية ويبقى فيه حيوانات منوية بتتصنع. وليس بالضروري أن المصنع يكون بيصنع بصفة مستمرة حيوانات منوية جيد. كفاءتها عالية تحدث حمل كل شهر. والحيوانات المنوية اللي حضرتك بتشوفيها دي تحت الميكروسكوب في الشريحة قاعدة بتجري ممكن تبقى ظاهريا ممتازة، ولكن هناك خلل في هذا الحيوان المنوي في حتت معينة ممكن تبقى زي ما بتقول بتضربه في مقتل. رأس الحيوان المنوي في بعض الإنزيمات. الإنزيمات دي بتيجي تقف على السطح الخارجي للبويضة زي بالظبط لما واحد يكون ماسك شنيور وداخل في خشب. خلاص الشنيور ده هو داخل في الخشب في لحظة كده بياخد فيها الشنيور وقت قبل لما يبدأ يخترق سطح الخشب. اعتبر ان اللحظة دي هي اللحظة اللي بيطلع فيها بعض الانزيمات من رأس الحيوان المنوي اللي بيحاول هذا الحيوان المنوي عند النقطة دي 1 من الملايين يخترق السطح الخارجي. وفي اللحظة اللي هيخترق فيها اللحظة السطح الخارجي في ثانية زي بالظبط لما تيجي تشوفي ايه الافلام بتاعت الساينس فيكشن كده تلاقي الكره الارضيه وبعدين في حاجه يعني زي مثلا بركان بيغطي سطح الكره الارضيه، في ثانيه في بركان من الاشارات تيجي لسطح البويضه كلها والبركان ده يوقف اي حيوان منوي من الدخول داخل البويضه. تعالي هو كام حيوان منوي بيصل الى البويضه كل شهر؟ هو بيوصل الى البويضه في كل جماع في الوقت اللي فيه بويضه موجودة في الأنبوبة. أنت لا تستطيع أن تحددي عدد الحيوانات المنوية التي تصل إلى البويضة
مقارنة بعدد الحيوانات المنوية اللي موجودة في الجماع عند عنق الرحم أو في الشريحة اللي احنا بنشوف بيها الحيوانات المنوية تحت الميكروسكوب في اختبار السائل المنوي. لأنه ممكن يبقى الراجل ده عنده بضع ملايين، وفي بضع الملايين دول مئات الآلاف بيصلوا إلى البويض، وممكن يبقى الرجل ده عنده مئات الملايين وعشرات أو مئات فقط من الحيوانات المنوية هي التي تصل إلى البويض. ليه ربنا خلى هذا اللقاء بين البويضة والحيوان المنوي حتى هذه اللحظة؟ هو لقاء غير معلوم للجنس البشري. ليه؟ مفيش فحص لحد اللحظة اللي احنا قاعدين فيها. بيدخل جوه قناة فالوب يفرجني شوية الفيديوهات اللي انت بتشوفيها دي. ده تخيل، مفيش حقيقة. مفيش حقيقة بتدخل جوه قناة فالوب تتفرج على قناة فالوب من جوه. والبيضة جوه قناة فالوب والحيوان المنوي بيقابلها. وليه ما سألناش الطب ليه لحد دلوقتي ما عملوش تقنية بيها يدخلوا؟ لأنه أكيد في سر ليس في يد الجنس البشري ولكن فوق. كام البويضة اللي بتطلع اللي احنا بنشوفها دي، مين كام واحد التقط أو شاف بيضة بتطلع من المبيض تدخل جوه الأنبوبة؟ يمكن واحد ولا اتنين في العشرين في الاربعين سنة اللي فاتوا عمر منظار البطن، يعني منظار البطن بيدخل عن طريق السرة عشان يتفرج على تجويف الحوض. في مئات الالاف من الجراحين وفي اكتر من اربعين سنة الصور اللي التقطت لبويضة بتفرز من على سطح المبيض لا تتعدى صوابع الايد الواحدة. اللي هي فيها بيضة انت بتشوفيها، مش شوية الحاجات اللي احنا بنشوفها تحت اللي هو الموجات الصوتية والكلام من ده. البيضة اللي خرجت وازاي وشافها بتخرج، بس ما شافهاش بتعمل ايه بعد الخروج. يعني هو الطب شاف بويضة بتخرج من على سطح المبيض بس ما شافش بعد كده بتروح فين. ليه الرحلة بتاعتها بقى الكامل. لان هي بتعوم في الفراغ اللي بينها وبين قناة فالوب في محاولة للدخول جوه قناة فالوب. فمش معنى ان بويضة خرجت من على السطح الخارجي للمبيض انها قدرت انها تدخل جوه قناة فالوب ومنعوه عشان تقابل الحيوان المنوي هناك. طيب يا دكتور، يعني يمكن النهارده حاجه بتفاجئنا، كل شويه احنا بنقول مثلا حاجه، كل حاجه وليها حل، وفي حاجات كمان لسه الطب ما عرفهاش. ولكن يعني انا مثلا كزوج او زوجه عايزه اعمل الحقن المجهري، امتى ابتدي اقول انا محتاج ان انا اعمل حقن مجهري؟ بص عليك، في حاجه اسمها ابسولوت، في حاجه اسمها ريلاتيف كونترا انديكيشن، وفي حاجه اسمها اختياريه. الابسولوت كونترا انديكيشن والريلاتيف ابسولوت يعني ابسولوت، ما فيش هزار. انا شعري لونه اسود، حضرتك شعرك لونه اصفر مثلا. انا لوني بني، حضرتك فاتحه. دي كوبايه، ده نضاره، دي حاجات فاكتس. الفاكتس اللي عشانها بيتعمل حقن مجهري هو الضعف الشديد في حركه الحيوان المنوي وفي خواص الحيوان المنوي. خلاص، ده الاول مبدئيا، ده اكيد. والسيدات اللي عندهم انسداد كامل في قناة فالوب. والضعف الشديد في عملية التبويض اللي بيحتاج على ضوءه هذه السيدة انها تاخد جرعات مفرطة من المنشط لتحفيز المبيض. والسيدات اللي عندهم تأخر حمل غير معلوم السبب وعد عليهم من سنة ونص لسنتين ولم يحدث حمل. هم اربعة. الاربعة دول لا خلاف في اي مكان على ان هم بيعملوا حقن مجهري. تعالي بقى ايه احتماليه ان احنا نعمل حقن مجهري، ويختلف الفقهاء في كده. الضعف المتوسط او الضعف البسيط في عمليه تصنيع الحيوان المنوي، ومش هقول ارقام، الرجل اللي خد عدد شهور معين من العلاج الدوائي المنتظم او المتقطع، هو الهرمونات او العلاج الدوائي، انا ما قلتش هرمونز، او انه يكون هذا الرجل عمل عملية مثلا زي عملية الدوالي وعد عليه فترة معينة من ست شهور لسنة ولم يحدث حمل عند هذه المرأة. يعني هو خد ادوية اتحسن ولا ما تحسنش ما تفرقش، وبعدين بعد كده هو الست دي ما حملتش عن طريق الاجراءات الطبية اللي هو عملها. يفضل انهم يعملوا حقن مجهري. السيدة اللي عندها انسداد جزئي او انسداد في قناة من قنوات فالوب وليس في القناتين، ودعم هذا التشخيص بالمنظار بعد الاشعة بالصبغة،
الست دي يفضل انها تعمل حقن مجهري بس ممكن تجرب طبيعي. السيده اللي عندها ضعف بسيط في عمليه التبويض والسيده دي يجوز انها تاخد علاجات دوائيه لتنشيط المبيض من غير ما نعطي جرعات مفرطه من المنشط للمبيض لافراز بويضات. اوكي؟ عن الثلاثه دول يجوز ان احنا نجرب طبيعي ولكن لفتره، ويجوز ان يتقلل الزوج والزوجه روحوا اعملوا حقن مجهري. الحقن المجهري زي ما اتفقنا في الاول الفوائد بتاعته هو نسبه حدوث حمل مرتفعه في شهر واحد من اجراء طبي، ورؤيه اللقاء بين البويضه والحيوان المنوي خارج الجسم، الحاجه اللي ما فيش علاج وما فيش فحص في الطب ممكن يوريها لنا. فالاثنين دول لما تمزجيهم مع بعض بيدوكي مميزات عالية جدا لهذا الإجراء الطبي. طب احنا عايزين يا دكتور نتكلم برضو عن العلاج، يعني اكيد قبل الحقن المجهري بيتم علاج بشكل معين سواء بهرمون سواء بحاجات معينة، هل بيختلف ده من سيدة لأخرى؟ تمام. الست اللي بتطلع بويضة واحدة هل لما هتاخد جرعات من المنشط لإفراز أكثر من بويضة هل ده هيرفع من نسب حدوث حمل عندها؟ لا مش هيرفع. تمام. الرجل اللي عنده الحيوانات المنويه بتاعته كفائتها معتدله متوسطه جيده لما هياخد ادويه هرمونات زي ما حضرتك بتقولي او فيتامينز هل ده هيرفع من كفاءه الحيوان المنوي لاحداث حمل؟ مش عارف الصراحه. لا. الانبوبه اللي هي سليمه تماما في الاشعه بالصبغه والسيده دي راحت عملت اشعه بالصبغه مره واثنين وثلاثه ولا خلاف على الاشعه بالصبغه في مجمل الفقهاء من الاطباء. هل لما هتعمل منظار بطن هتتسلك الانابيب؟ لا. تمام. ممكن منظار البطن يبقى مفيد كتشخيص كالامتداد بالتشخيص، ولكن هل هو بنسبه اكس هيعلي من فرص حدوث حمل؟ لا، هو هيحسن لي من التشخيص بتاع الحاله. انما هل هو هيساعدني في حدوث حمل؟ لا. هل السيده اللي عندها شويه التهابات من تحت هذه السيده عندها حيوانات منوية بتموت عند عنق الرحم زي ما بيقولوا ودواء يحدث تأخر في الحمل؟ أنا أسمع كده. لا. هل الرجل اللي عنده شوية لزوجة ولا تلات أرباع الحيوانات المنوية بيخرجوا بعد الجماع محتاج إن مراته تنام راسها لتحت ورجليها لفوق عشان الست تحمل؟ دايما يقولوا لا. هل السيدة اللي عندها الرحم بتاعها بدل ما هو متني لقدام زي ما أنا مقتب كده يبقى راجع لورا، هل دواء لما الست تنام بعد الجماع تنام على بطنها عشان الرحم يرجع لقدام فده يحدث حمل؟ لا. هل السيده اللي عندها التبويض متاخر سنه وبيحصل جماع غير منتظم بينها وبين جوزها دي سيده غير مؤهله لانه يطلع لانها تحمل، او زي ما بيقولوا البعض ان البويضات هتطلع شيخه او عجوزه او 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 لانها قعدت مده طويله لحد ما حصل تبويض؟ مين قال كده؟ ده المفاهيم كلها يا دكتور دلوقتي يمكن حاجه ده واحد على 1000 من المفاهيم كمان يعني حاجات كتيره. انا بتكلم عليك عن البسيط. صناعه البني ادمين هي صناعه الهيه طبعا، واللي احنا بنفكر فيه هو جزء من الحقيقه وليس كل الحقيقه. الحقن المجهري المجموعه الثالثه بقى عشان انا خرجت بره الموضوع، المجموعه الثالثه هم اللي بيعملوا حقن مجهري اختياري. والحقن المجهري اختياري حاليا اصبح الى حد ما موضه. هم بيتخيلوا ان هم لما بيعملوا حقن مجهري السيده هتحمل بنسبه 100%، ده مش صحيح. وهناك نسبه نجاح للحقن المجهري. ونسب نجاح الحقن المجهري واطفال الانابيب تعتمد اساسا على السبب والسن. سن السيده والسبب اللي عشانه بيتعمل الحقن المجهري. والسؤال اللي حضرتك سالتوني قبل ما ندخل قصه الاختيار بتاع جنس المولود اللي هو ذكر وانثى ده جزء من التقنيه بتاعت الحقن المجهري. ان الاجنه بعد 3 ايام داخل المعمل يعني لو النهارده مثلا افترضنا ان احنا يوم الاثنين يبقى يوم الخميس الجنين ده في الحضانات بيبقى حاجه اسمها 8 خلايا. الثمان خلايا دول لو في اجنه تصلح انها تبقى بتتفحص يعني شكلها 8 خلايا فعلا عامله زي عباد الشمس كده،
الخلية من الخلايا دي طلعتيها بره وفحصتي الخلية بتاعت كل جنين لمعرفة الخلية هي ذكر أم أنثى، لأن هي مرآة لكل الخلايا اللي موجودة في هذا الجنين، ولا يؤثر فحص الجنين على الجنين. يعني مش معنى ان انا طلعت خلايا انه بعد لما الست دي تولد هيبقى الست دي مولوده والده عيل ناقص ايد ولا رجل، لانه بعد 48 ساعه الثمان خلايا دول هيبقوا الاف الخلايا. بعد 48 ساعه. الجنين اللي بيتفحص لمعرفه هو ذكر ام انثى هو علاج اختياري بحت. وحتى لو هذه السيده عندها عدد كبير جدا من الاناث في البيت، ليس بالضروري انها طالما زرعت جنين ذكر انها تحمل بنسبه 100% في هذا الجنين. حتى لو هي شديده الخصوبه. لانه الفحص بتاع الحق اللي هو مع الحقن المجهري والحقن المجهري، وهنفضل نكررها، له نسب نجاح طبعا، ومتوسط نسب النجاح تبدا من 30% في بعض السيدات توصل ل 60%. في منهم ممكن يبقى في منهم مجموعه قليله جدا هيبقى اعلى من 60%، وفي منهم مجموعه قليله، انا قلت هنا قليله جدا، قلت هنا مجموعه قليله هتبقى نسبه النجاح اقل من 30%. في سيدات انت بتتزنقي ومضطره انك انت تعملي لهم حقن مجهري حتى لو كان سنهم 43 و44 و42 سنه. ليه؟ لان في سيدات عندهم انابيب مسدود، وفي سيدات الرجاله بتوعهم الحيوانات المنويه العدد قليل جدا لا يسمح بحدوث حمل طبيعي. وامتى يتبدأ حقن مجهري او امتى يتبدأ في مثل هذا الاجراء؟ لان ده السؤال كان بتاع حضرتك. هو بيعتمد على الفريم اللي محطوط للرجل والمراه اللي بيه انت هتحطي جزء طبي وجزء نفسي وجزء مادي وجزء مجتمعي وجزء اسري. اوكي؟ في المعادله بتاعتك ما هوش جزء طبي بس. الجزء الطبي ده واحد من الاجزاء بتاع التقييم، الست والراجل دول يتعمل لهم حقن مجهري او لا. طب يا دكتور احنا عايزين برضو نتكلم، يعني يمكن انا جالنا اكتر من سؤال على الفيسبوك والناس كتير بتتكلم ان في ناس مثلا ربنا اداها بنتين او ثلاثه، فمعلش تحديد المولود جنس المولود احنا عايزين نفهم الناس بس ان ممكن كمان عن طريق التلقيح الصناعي، ده اللي انا عرفته من حضرتك ان احنا اخترناه مثلا ذكر، فده مش بالضروره ان هو يطلع ذكر. تمام. التلقيح الصناعي والحقن المجهري واطفال الانابيب. التلقيح الصناعي هو لقاء بين الحيوان المنوي والبويضه خارج الجسم. سوري، داخل الجسم. داخل الجسم. بناخد الحيوانات المنويه بقى في القصه اللي هي بتاعت البي جي دي، ده بناخد الحيوانات المنويه نغسلها بطريقه معينه، نحضرها بطريقه معينه ونرجعها في الرحم. انا ضد هذا ضد هذه التقنيه، رغم انها احنا اكتر اول ناس دخلناها، واحنا اللي مضينا مع ناس امريكان ودخلنا القصه دي في من 5 6 سنين. ولكن التقنيه دي نسب النجاح بتاعتها قليله. هي مكلفه الى حد ما، اللي هو الحيوانات المنويه انها تتاخد يعني تتحضر بطريقه معينه، وهناك احتمال 20% ان هذه السيده تحمل في انثى. لان الحيوان المنوي لا يفصل لا يفصل بنسبه 100%. يعني ولكن احتماليه ان الحيوانات المنويه تحدث حمل في ذكر 80%. ادي مجموعه. المجموعه الثانيه هي المجموعه بتاعت حقن مجهري واطفال الانابيب. ومصر لانها في هذه التقنيه متقدمه، والسعر بتاعها بالنسبه لامريكا لانها ممنوعه في اوروبا، في امريكا 1 على 30. خد بالك، فتعتبر التقنيه دي متاحه الى الكثير في جمهوريه مصر العربيه. ولكن التقنيه بتاعت البي جي دي دي تاني، لابد ان يعلم الرجل والمراه ان هناك نسبه حدوث حمل من هذا الاجراء. لان انا اكتر المشاكل اللي بتوجع لي دماغي هو الراجل اللي مراته بتحمل بمنتهى السهوله، ويجي يعمل مثل هذا الاجراء ويقول لك مراتي ما حملتش. طب ماشي، ما هو عشان في نسبه نجاح. الاجراء ده مش كل واحده ست هتحمل من زرع اجنه. التقنيه دي نسبه النجاح بتاعها في حدود من 45 ل 50%. نسبه الحمل في ذكر ان حدث حمل 100%. نسبه الفحص بدون وجود ذكور، لان انت لا يوجد تقنيه تنتقي بيها الحيوان المنوي ده اللي هتمسكيه وتحقنيه جوه البيضة. ها؟ ففي نسبة 5% احتمال ان تتفحص الاجنة ولا نجد ذكور. الحيوانات المنوية ما بتتحضرش بطريقة معينة. الحيوانات المنوية لما بتيجي تتحط جنب البويضات خارج الجسم، فرصة ان يحصل
حمل في انثى بتبقى عاليه، اللي هي لو جينا فحصنا الاجنه بره هيبقى الاحتمال الاكبر هو ان احنا نلاقي الاجنه اناث وليس ذكور. فعشان كده احنا دايما بنفضل لما بنطلع البويضات بره الجسم ان احنا بنحقن حيوان منوي جوه البويضه، لان لو سيبنا الناتشرال سيلكشن يعني سيبنا الاختيار الطبيعي الالهي لان حيوان منوي هو اللي يدخل جوه البويضه خارج الجسم، غالبا لما حاجي افحص الاجنه بعد 3 ايام هلاقي معظمهم اناث، لان الحيوان المنوي الذي يحدث حمل في بنوته حيوان منوي اقوى في اختراقه للبويضه عن الحيوان المنوي الذي يحدث حمل في ذكر. وخصوصا اعتقد ان هو بيبقى اقوى بس ابطا من الذكر، هل المعلومه دي صحيحه فعلا؟ نهائي. الحيوان المنوي اللي يحدث حمل في انثى هو حيوان منوي اسرع، والاجنه اللي انت بتيجي تفحصيها قبل لما تفحصيها بتبقى دايما الانقسامات بتاعه الانثى اسرع من الانقسامات بتاعه الذكر. يعني الجنين لو انت عندك 2 اجنه كده محطوطين في طبق وانت هتسحبي من هنا خليه وهتسحبي من هنا خليه بعد 3 ايام من حقن بيضه بحيوان منوي، وجيتي فتحتي على الاثنين دول بعد 48 ساعه قبل لما تزرعيهم وانت ما تعرفيش، لو انت محترفه جدا هتلاقي الجنين بتاع اللي هو اللي مفحوص وطالع بنوته هتلاقي الانقسامات بتاعته اكثر من رائعه. وهتلاقي الانقسامات بتاعه الذكر بتبقى متاخره سنه عن الانقسامات بتاع الجنين بتاع الانثى، والله اعلم. يعني بصراحه دكتور حضرتك صلحت لنا يمكن النهارده مفاهيم كتير، يعني كان يمكن عندنا مفاهيم كتيره جدا كانت خاطئه، وانا شخصيا استفدت النهارده من حضرتك وبشكر حضرتك. كان معايا النهارده دكتور احمد عوض الله استشاري امراض النساء والعقم والحقن المجاري واطفال الانابيب بمستشفى دار الطب وعضو الجمعيه البريطانيه بلندن. استنونا وفقرات جديده ودريم كلينك.